بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، يوم بعد يوم يفتتح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة مشروعات تنموية كبرى في مختلف المجالات وفي مختلف المحافظات. واليوم السيد الرئيس يفتتح مشروعات تنموية بمحافظة الإسكندرية. مشاهدينا الكرام، كل التفاصيل في حلقتنا النهاردة من درع الوطن. السلام عليكم. تفضلوا استراحة. تفضلوا. اسكندرية عروس البحر المتوسط، تعدى عليها السنين وتتبدل ملامح المدينة الجميلة بالكثافة السكانية والزحام، مشهد عنوانه الإهمال، وبيتغير كتير من ملامح الجمال، وبتنتشر المناطق العشوائية على أرض ترعة المحمودية اللي بيعيش حواليها أكتر من 40% من سكان اسكندرية. اتحولت الترعة الحلوة لبركة مية راكدة ومصدر أوبئة ونفايات وعشوائيات، وفشلت كل محاولات تجميلها على مدى السنين. وعشان يتبدل المشهد الحزين كان لازم تدور عجلة التغيير في ملف ترعة المحمودية، وتولد فينا التحدي ومشينا فوق طريق الصعب. وبالإرادة والعمل في أرض اسكندرية فتحنا شريان الأمل. ليه احنا بنعمل محور المحمودية؟ لأن أنا مش ممكن أبداً أتكلم على مجتمعات عمرانية جديدة في أي منطقة من غير ما يكون لها بنية أساسية من ضمنها الطرق. الاسكندرية بالوضع الحالي اللي كانت موجودة فيه، حجم كثافة الحركة عليها صعبة، وبالتالي لو أنا هضيف مجتمع عمراني جديد إن ما كانش فيه محاور حركة تيسر هذا الأمر هيبقى فيه مشكلة كبيرة. محور المحمودية شريان ضخم بطول أكتر من 20 كيلومتر. المحور كان أشبه بحلم، ويوم بعد يوم اتشكل الأمل بسواعد رجال أبطال قدروا يسابقوا الزمن ويحولوا الحلم لملحمة تنموية على أرض اسكندرية. محور المحمودية ده محور تنمية متكامل، فيه تجاري وفيه إداري وفيه اجتماعي سكني محترم. محور المحمودية مشروع ضخم بيخدم 4 أحياء شديدة الكثافة السكانية، بالإضافة لخدمة باقي الأحياء من خلال 12 محور عرضي لربط الشريان الجديد بالأحياء الداخلية. وبكده بيقدم محور المحمودية قبلة الحياة اللي بيها قدرت اسكندرية تخرج من أزمتها المرورية وتكون على خريطة التنمية الشاملة. وبيضيف كمان من قيمة المحور بناء 20 كوبري مشاة للربط بين جانبي المحور، ده غير كمان 7 كباري علوية للسيارات بتشكل محاور فرعية بتساهم في نقل الحركة المرورية، وبتنهي تماماً أزمات التكدس والزحام. المنطقة كلها اتغيرت، ده منظر حضاري. الأول كان ترعة فيها زبالة وفيها حيوانات نافقة، دلوقتي بقت فيه حاجة نظيفة، حاجة أدمية. طريق بيربط من المنشية للعوايد في 10 دقايق أو ربع ساعة. محور دي ظاهرة حضارية غير عادية بصراحة، وبعدين مليان خدمات غير عادية، موجود فيها مراكز شباب حلوة جدا، موجود فيها أنشطة رياضية، يعني حاجة فعلا إحساس مختلف. والحاجة كمان الجميلة جدا إن هما مختارين الكباري المشاة بطريقة مكانها متحدد بطريقة حلوة جدا، وهتلاقي حضراتكم إن الكباري على التوالي كده كل فترة في المناطق اللي فيها حركة سكانية ضخمة كوبري المشاة متواجد فيها بكثرة. بنمشي قدام وبنكمل مشوارنا
على شريان الأمل الجديد، وبنوصل لواحد من أهم محاور الربط على ميناء أبو قير، والممتد بطول 16 كيلومتر وبعرض 3 حارات مرورية لكل اتجاه، وبيتفرع من المحور وصل الطريق المعمورة بطول أكتر من 3 كيلومتر. وبالتوازي مع تحقيق حلم محور المحمودية، طرح مشروع بشائر الخير 2 في مرحلته الثانية تجمع عمران جديد، تم فيه الانتهاء من إنشاء 992 وحدة سكنية وسط نطاق كبير بيضم مسطح تجاري بمساحة 14400 متر مربع، وبيشمل 208 محل تجاري، بيئة تنموية حضارية حقيقية لأهل اسكندرية. وبتستمر ملاحم البناء هنا في أرض الغابة الشجرية وعلى مساحة أكثر من 10 فدادين. انتهينا من إنشاء صرح إسلامي جديد، مسجد الشهيد الفريق أول عبد المنعم رياض، منارة إشعاع روحانية بتتسع ل 1800 مصلي. ده غير قاعات مناسبات بتستوعب 3500 فرد، مقسمة إلى 11 قاعة للرجال و11 قاعة للسيدات، بالإضافة لممشى للجنازات العسكرية. وفي مجال الطاقة، ومن خلال شركة اسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات إحدى شركات وزارة البترول والثروة المعدنية، وضمن مشروع طموح لإنتاج البنزين عالي الأكتان، تم إنشاء وحدات جديدة لإنتاج البنزين بتساهم في زيادة الطاقة الإنتاجية للبنزين من 800 ألف طن سنوياً إلى 1.5 مليون طن سنوياً، وده كان له دور مهم في تغطية جزء كبير من احتياجات السوق المحلي وتقليل الاستيراد. وفي برج العرب امتدت أيادي التغيير بإنشاء محطة معالجة ثلاثية لمياه الصرف الصحي لمعالجة 115 ألف متر مكعب في اليوم. ده غير إنشاء صومعة غلال برج العرب بسعة تخزينية 90 ألف طن وليها قدرة استيعابية 200 طن في الساعة، وبكده بنحقق الحفاظ على جودة المنتج وتقليل الفاقد. الواقع الجديد قدر يمحي من الذاكرة الصورة القديمة، وبخطوة عظيمة فتحنا طاقة نهار، ردينا الاعتبار لأهل اسكندرية، وحققنا نقلة تنموية عنوانها كان شريان الأمل. وزارة التموين لها شقين، التموين والتجارة الداخلية، ويدعمها في عملية تموين الوزارة، وكذلك هيئة السلع التموينية والشركة القابضة للصوامع والشركة القابضة للصناعات الغذائية ولجنة المساعدات. وبالنسبة للتجارة الداخلية، جهاز تنمية التجارة الداخلية وكذلك جهاز حماية المستهلك ومصلحة الدمغة والموازين. مشاهدينا الكرام، يسعدنا ان يكون معنا السيد الاستاذ الدكتور علي مصلحي وزير التموين. اهلا بيك يا فندم، مبروك النهارده الافتتاحات. اهلا بيكم، وانا بشكركم جدا للمتابعه. واحنا النهارده في احد الافتتاحات الرئاسيه لصومعه من اهم الصوامع، وهي صومعه برج العرب. وهذه الصومعه تعتبر من المشروع القومي للصوامع، والجميع عارف ان القمح من اهم السلع الاستراتيجيه، ان لم يكن نمره واحد كسلعه استراتيجيه، وسابقا كان يتخزن في الشون المفتوحه او في بعض الاوقات الشون المغطاه، وهذا كان يؤدي الى على الاقل فقد من 10-15% من المحصول. وبالتالي كان فخامه الرئيس وجه وقاد مشروع القومي للصوامع، والنهارده احنا انتهينا من 2014 حتى اليوم لعمل 35 صومعه جديده في 22 محافظه، ومنهم احنا في محافظه الاسكندريه. وافتتاح صومعه برج العرب النهارده، هذه الصومعه من اكبر الصوامع، ساعتها 90 الف طن، عباره عن 18 خليه، كل خليه فيها 5000 طن زائد 3 خلايا للصرف،
وطبعا اختيار برج العرب احنا عارفين ان احنا بنستورد حوالي 55% من استهلاكنا، قريبة من المينا يعني بالضبط، بنستورد حوالي 55% من استهلاكنا، وبالتالي كان لابد من ايجاد الصوامع، سواء صوامع المينا او الصوامع الاستراتيجية اللي هي بجوار المينا، بحيث نقلل عمليات النقل، وفي نفس الوقت هي بتقلل التكلفة كمان، التكلفة، وهي بتغطي كل المنطقة الشمالية من مطروح لإسكندرية إلى رشيد، وبالإضافة لكده أوقات تغذي بعض مناطق في البحيرة. الفايدة الهامة جدا من موضوع الصوامع، الصوامع تعتبر مناطق لوجستية متخصصة لصيانة الحبوب. كلمة صيانة الحبوب دي مهمة جدا، نتيجة إحنا بنخزن الأقماح بحيث ممكن تقعد معانا سنة، وبالتالي لابد من وسائل التخزين الحديثة. الصومعة فيها نظام لشفط الأتربة، فيها نظام للتحكم في كافة أجزاء الصومعة عشان الحشرات يا فندم، ولا أتربة الأول، للقمح لما بيجي بينزل في النقرة ثم بيتحرك على سيور سير إلى أن يصل للخلية. أثناء كل هذا العملية في بتشفط الأتربة منه، نتيجة حتى بتبقى عالقة ويتم تجميعها للتخلص منها. نمرة اتنين في نظام للتبخير، التبخير بقى اللي عشان الحفاظ على الحشرات، لو اي حشرة او كذا في نظام دوري بيتم التبخير، وفي كذلك نظام للتهوية. كل ده بيتم بتحكم بنظام آلي، كل اجزاء الصومعة مرتبطة باجهزة الكمبيوتر، بحيث ان احنا نقدر نقيس درجة الحرارة، درجة الرطوبة، معدل التهوية، السعة، درجة الملء لكل خلية، بالإضافة إن عملية الصرف بتتنقل من خلايا التخزين اللي هي 5000 إلى زي ما قلت في 3 خلايا للصرف، كل خلية السعة بتاعتها 100 طن. العربية بتقعد بتبقى تحت الخلية، بتتبرمج الخلية الصرفة بحيث مثلا هصرف 20 طن، هصرف 30 طن، هصرف 50 طن، بيتم وضعه على البرنامج، وفي نفس الوقت بتقف العربية بتتفتح بتتملي. فهنا تقليل الفاقد، احنا بنستهلك في مصر حوالي 9.6 مليون طن قمح سنوي. جودة المحصول سيادة الوزير كمان طبعا جودة القمح فلو جينا نبص ل 9.6 لو قلنا حد ادنى توفير 10% هنجد ان احنا حوالي بنوفر 960 ألف طن، يعني 1 مليون طن. النهاردة الطن ب4600 جنيه، يعني مشروع الصوامع ده بيوفر لنا حوالي 4.6 مليار جنيه سنويا. كل تكلفة 35 صومعة كانت عبارة عن 5.6، يعني إذا العائد الاقتصادي للأخذ بالأسباب والطرق العلمية الحديثة ووضع مصر في مصاف الدول المتقدمة هام جدا، ويرجع ذلك ل رؤية فخامة الرئيس منذ تولى، وكان هدفه الأساسي الانتهاء من مشروع الصوامع. والنهاردة عندنا ساعات تخزينية تمثل 3.8 مليون طن، 3.8 مليون طن دول يمثلوا استهلاك حوالي 4.8 أو 5 شهور من مصر. إذن طبعا بتدوير القمح، فإذن إحنا بنبقى عندنا نقدر نقول إن كافة الأقماح اللي لدينا نستطيع أن نخزنها في صوامع حديثة جيدة للمحافظة على المحصول وجودة الأقماح، ومن ثم جودة الدقيق، ثم كذلك تقليل التكلفة والفقد. نستأذن سيادتك في الافتتاح كيميائي عصام شاهين رئيس الشركة، والمهندسة غادة عبد الحميد مدير عام المشروع.
السيد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروه المعدنيه، اهلا بيك يا فندم، مبروك الافتتاحات النهارده. الله يبارك فيك، شكرا جزيلا. قول لنا بقى الافتتاحات ايه يا فندم النهارده، وازاي تخدم اهالينا في اسكندريه هنا؟ الحقيقه النهارده احنا سعداء لان بنقول ان احنا في اسكندريه، واسكندريه بالنسبه لقطاع البترول تعتبر من اهم المدن البتروليه، يعني مسؤوله عن حوالي 35% من تلبيه احتياجات السوق المحلي من البنزين والسولار. النهارده الافتتاحات اللي هتعملها قطاع البترول هيبقى مشروع توسعات للشركه الوطنيه لتكرير البترول، ودي هتزود طاقه انتاجيه لمنتج البنزين باكثر من 90%، وبالتالي تسد الفجوه الاستيراديه بحيث ان احنا نوصلها للنص. وهتكون بالطريقه دي شركه اسكندريه الوطنيه لتكرير البترول والبتروكيماويات اللي احنا بصدد افتتاح التوسعات بتاعتها هتكون مسؤوله عن امداد 22% من استهلاك البنزين على مستوى الجمهوريه. ست الوزيره، بشرى لاهلينا هنا في اسكندريه ومصر عموما على الافتتاحات الجديده والاكتشافات الجديده خاصه في البترول والغاز. احنا مستمرين في كل الاعمال الخاصه بالبحث والاستكشاف، ودي هي اهم مرحله بتبقى اللي بتزود وبتنمي الموارد البتروليه والغازيه للوطن، فلازم تستمر في عمليات البحث والاستكشاف. والحمد لله احنا في الفتره الاخيره استطعنا ان احنا نوقع 12 اتفاقيه بحث واستكشاف جديده في منطقه البحر المتوسط، ودي ان شاء الله يبداوا الشغل فيها الشركات العالميه الكبرى اعتبارا من العام القادم، وان شاء الله تبقى مبشره بالخير تزود الاحتياطي بتاعنا من البترول والغاز. سيادة الوزير، مبادره السيد الرئيس بتشغيل السيارات بالغاز الطبيعي، يعني خطه وزاره البترول لتوفير هذه الكميات، ومتى تدخل هذه السيارات الخدمه؟ والله دي خطه ومبادره ممتازه، لان احنا على مدار ال 25 سنه اللي فاتت لما بدانا نشتغل بموضوع الغاز الطبيعي المضغوط للسيارات ما تمش تحويل اكثر من 300 ألف عربيه. من خلال هذه المبادره ان شاء الله سيتم التوسع في تحويل السيارات العمل بغاز طبيعي، نضاعف هذه الكميات لنصل ل 300 ألف عربيه تانيين في اقل من 3 سنين، يعني هتبقى خطوه كبيره جدا، وسيتم توفير الموارد الماليه الخاصه بهذا المشروع سواء بتحويل السيارات او باقامه محطات بنزين او محطات غاز طبيعي تستقبل هذه السيارات باكثر من 300 محطه جديده ان شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شكرا. سنه ورا سنه ورا سنه سيبنا المشكلة تكبر وتتعقد. ما احنا سنين طويلة عايشين على 7% بس من مساحة مصر. الكلام كتير عن الأسباب اللي وصلتنا لكده، بس الأهم والأفيد من الكلام إننا نشتغل. نشتغل بجد. نشتغل ليل نهار. النهاردة المصريين بيبنوا في كل شبر على أرض مصر. وبيعملوا شغل ما اتعملش في مصر من أكتر من 150 سنة. أنفاق وطرق وكباري، وبيبنوا مدن جديدة في نفس الوقت، عاصمة جديدة في الشرق تليق بمصر ومكانتها، كل شبر فيها متخطط صح، والعلمين الجديدة في الساحل الشمالي أيقونة من كل مدن البحر المتوسط، متخططة علشان المصريين يعيشوا فيها صيف وشتاء، ومدينة الجلالة تحفة معمارية اتعمل لها طريق مخصوص اتشق في قلب الجبل، وفي ساعة زمن تلاقي نفسك وسط طبيعة ساحرة ومدينة حية طول السنة. المنصورة الجديدة هتغير شكل الحياة في الدلتا، وهتبقى منفذ لكل أهالي الدلتا على البحر المتوسط، ومدينة رشيد الجديدة، ومدينة بورسعيد الجديدة، ومدينة الإسماعيلية الجديدة، ومدينة أسيوط الجديدة، ومدينة أسوان الجديدة، ومدينة قنا الجديدة، ومدينة توشكا الجديدة. المدن دي وعشرات غيرها اللي بتبني في كل محافظات مصر، مش بس هدفها القضاء على الزحمة وتوفير حياة بجودة أعلى، دي هدفها كمان إن من العائد بتاعها نطور القرى ونحدث بنيتها التحتية، ومن العائد منها كمان بنقضي على العشوائيات وبنبني ملايين الوحدات السكنية علشان ملايين الأسر تعيش حياة كريمة. مشاريع كرام، يسعدنا ان يكون معنا السيد الاستاذ الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمجتمعات العمرانيه الجديده والمرافق. اهلا بيك يا فندم، وكل سنه وحضرتك طيب. واهلا بيك، وكل سنه وحضرتك طيب وجمهورك الكريم طيب. سيد الوزير، مبروك النهارده الافتتاحات في محافظه الاسكندريه، كلمنا عن هذه المحطه وايه المعالجه السياسيه.
بسم الله الرحمن الرحيم. طب يعني خلينا قبل ما نتكلم على المحطة، احنا عايزين نتكلم بس على حجم المجهودات اللي بتقوم بيها الدولة في مجال مياه الشرب والصرف الصحي. احنا من عام 2014 حتى عام 2020 اشتغلنا في 1113 مشروع تقريبا. ال 1113 مشروع دول على مستوى الجمهورية الروسية، على مستوى الجمهورية تكلفتهم شاملة ما قامت به هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 174 مليار جنيه، وده رقم يعني جدا احنا نتوقف عنده كثيرا. لو خصينا محافظة الإسكندرية او مدينة الإسكندرية، احنا حجم الانفاق اللي تم في الإسكندرية حوالي 8.9 مليار جنيه، وده قد يكون برضو مقارنة بالحجم ال 174 مبلغ قد يكون قليل بعض الشيء، ولكن ده ليه سبب ان إسكندرية من المحافظات الحضرية اللي نسبة التغطية لمياه الشرب والصرف الصحي من الاول فيها نسبة كويسة بالضبط. وإذا انتقلنا لمدينة برج العرب وللمحطة اللي احنا بنفتتحها النهاردة، دي واحدة من محطات المعالجة الثلاثية. احنا في إطار الخطة اللي احنا شغالين فيها حاليا بننتهج أسلوب المعالجة الثلاثية وتحول عرف ست المشاهدين ست الوزير برضو ما نتكلمش بشكل علمي قوي. احنا انتقلنا في وزارة الإسكان من أو في الدولة بشكل عام من فكرة التخلص الآمن من مياه الصرف الصحي الى فكره اعاده الاستخدام الامن لمياه الصرف الصحي. فاحنا بالظبط، فاحنا ما بنتخلص تخلص امن، احنا بنعمل معالجه تسمح لنا باعاده استخدام مياه المعالجه بتاعه الصرف الصحي في استخدامات متعدده، او حتى نعيدها الى شبكه المجاري المائيه دون اي تاثيرات بيئيه او صحيه على الانسان. طبعا الموضوع قد يكون مرتبط حجم تكاليف أكبر. إحنا في خلال هذه الفترة عملنا 54 محطة ثلاثية بتكلفة تجاوزت 14 مليار جنيه. طبعا تكلفة المعالجة الثلاثية أعلى بكتير من المعالجة الثنائية، ولكن في ظل ندرة المياه اللي إحنا بنعيشها والحفاظ عليها مضطرين إلى هذا التوجه، حتى لو كانت تكاليفه المباشرة غالية شوية، ولكن التكاليف المباشرة على الصحة العامة والمواطن إن شاء الله تكون جميلة. فالنهاردة إن شاء الله نفتتح المرحلة الأولى من محطة التحلية المعالجة في برج العرب، ودي يعني بإذن الله نموذج من محطات المعالجة. زي ما قلت لحضراتكم إحنا بنشتغل عملنا 54 محطة، ده نموذج منهم. بالإضافة لده برضو إحنا عايزين نتكلم مع حضراتكم على خطة التحلية. يعني في نفس الوقت مهم جدا دي، في نفس الوقت اللي احنا بنشتغل فيه على محطات معالجة الصرف الصحي الثلاثية، احنا كمان حاطين خطة من لغاية سنة من 20 لغاية سنة 50 احتياجات مصر من مياه الشرب. سواء طبعا احنا عندنا الخطة بتاعت محطات التحلية ليها اربع محاور هنتناولهم بالعرض النهاردة، انما هو الجزء المهم ان احنا عندنا خطة لغاية سنة 50 متقسمة خطط خمسية. الخطة الخمسية الأولى 2025 إجمالي تكاليف الخطة 134 مليار جنيه عشان نوفي احتياجاتنا من المية. الخطة الخمسية الأولى تكلفتها تقريبا 30 مليار جنيه، وهنوفر فيها 1.4 مليون متر مكعب مية عشان نسد الاحتياجات ونقلل من نقل المياه إلى المحافظات الساحلية اللي هي بتتعرض للكسر وللطبخ الفقر عالي، عشان بالضبط عشان يبقى في استفادة كاملة من منظومة المياه في على مستوى الدولة. السيد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أهلا بك يا فندم، مبروك لافتتاحات النهاردة. كل سنة طيبين وألف شكر. والنهاردة الافتتاحات لمشاريع قومية كبيرة، وأكبر مشروع قومي على مستوى محافظة الإسكندرية في العصر الحديث يمكن المشروع تطوير محور المحمودية. أهمية تطوير محور المحمودية سيادة المحافظ للإسكندرية ومن لسبب تخفيف حركة المرور وسهولتها داخل محافظة الإسكندرية، وأيضا توفير فرص عمل للشباب من خلال افتتاح هذا المحور.
بداية لازم نبقى عارفين ان مشروع تطوير محور المحمودية ده مش مجرد مشروع ناقل الحركة من غرب اسكندرية لشرق اسكندرية ووسط المدينة، لا ده مشروع قومي كبير، ده مشروع تنموي يتضمن نقاط تنموية حوالي 14 نقطة تنموية. النقطة التنموية بمعنى ايه؟ النقطة التنموية بمعنى انك انت لما تنزل من احد المحاور الخاصة بالمحور بتلاقي مدارس، بتلاقي ملاعب مفتوحة، بتلاقي حمام سباحة، صالة ألعاب جيمنيزيوم، مدرسة ابتدائي واعدادي، مسجد، كنيسة، سوبر ماركت، محلات تجارية، كل الكلام ده بيبقى موجود. ودي نقاط تنموية مهمة جدا، دي بتوفر لنا فرص للعمل غير عادية بالنسبة لشباب اسكندرية، بتوفر لنا حوالي 15,000 فرصة عمل بشكل مباشر و 25,000 عمل فرصة عمل بشكل غير مباشر، يعني إجمالا حوالي 40,000 فرصة عمل. وده إنجاز عظيم ورائع، واللي هي اللي قامت عليه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بشكل رائع. هنشوف النهاردة إن شاء الله في الافتتاحات حاجة فتحت شرايين الأمل بالنسبة لأهل اسكندرية، مشروعات يعني الجديدة إن شاء الله هتدخل الخدمة خلال هذه الأيام. إيه يا ست المحافظ؟ بداية احنا عندنا مشاريع قومية كبيرة جدا، احنا بننتظر العمل في مشروعات بشائر الخير 6 و7 و8، بالإضافة مشروع النفط النهاردة السيد وزير البترول هيقدمه، بالإضافة للعديد من مشاريع الطرق والكباري والصرف وال صوامع الغلال، صوامع الغلال والسيد وزير التموين، دي مشاريع قومية كبرى بتحرك اسكندرية كلها إن شاء الله الفترة القادمة. مردود أهل اسكندرية على هذه المشروعات ست المحافظة؟ ما ينفعش نقول مردود، هم شافوا على أرض الواقع. أنت لو شفت الناس والعربيات لما بدأت تمشي على المحور، الطريق اللي كانوا ممكن بياخدوه في 75 دقيقة بقى في ربع ساعة أو 10 دقائق، سعادة عارمة في أوساط الأهالي في اسكندرية، وهم سعداء بالمشاريع القومية الكبرى دي، وهم بيستعجلوا عاوزين مشاريع تانية، عاوزين مشاريع تالتة، وإن شاء الله إحنا معاهم في كل المشاريع القادمة بإذن الله. رجالة بمعنى الكلمة وبتأمنها وبتقويها، رجالة بجد على استعداد دايما بالروح تفديها، والمصري أهم ما في تلاقي واقف مع كل جيرة، متأكد إن أمان إخواته معنا برضو أمان، وتد في الأرض ما يتحركش ثابت دايما في مكان، والمصري ما شاء الله رجالة وعلى حق السود دايما صحيح.